بالنسبة لي نشاط في مؤسسة عمومية في مدرسة تعليمية أنا يبهجني الحضور دوما. أنا ابن المدرسة العمومية وانخرطت في فعاليات دائما كانت تطالب بالحفاظ على المؤسسة العمومية وإعادة الثقة في المدرسة العمومية، وأنا أعتبر أن هذا الحضور يعطيني وهجا أكبر لأزداد تشبتا وقناعة بالدفاع عن المدرسة العمومية. لا زال لديها الأشياء الكثير لكي تعطي ولكي تقدم خدمة لأبنائنا الذين هم عمدة المستقبل. بالنسبة للقراءة صحيح هناك مشكل حقيقي، المغاربة لا يقرؤون، المغاربة لا يقرؤون، وتلك ليست علامة يعني أن لدينا خصوصية. انتقلنا كمجتمع شفوي من الشفوي إلى التقني، لم نمر بمرحلة الكتابة، لم نمر بتجارب القراءة كممارسة يومية. وأعتقد أن ما أقوله هو انطباعات، لأن الأمر يجب أن يجرى فيه بحوث عميقة متخصصة لتوقفنا على عمق الخلل. ونرى أننا كصحفي وككاتب له علاقة بسوق المقروئية أننا لا نقرأ، العديدون محرومون من متعة القراءة، العديدون لا يلتفتون إلى ما في القراءة من جمالية ومن غداء روحي ومن استفادة ومن إنارة لدربهم وحياتهم اليومية قبل أن يكون ذلك في مجالهم المهني أو غيره. وأعتقد أنه على الدولة خاصة الوزارات المعنية، وزارة الثقافة، وزارة التعليم، وزارة يعني التي تهتم بالاتصال وغيرها، أن تنشأ جسور التواصل لا بين الصحافة وبين الكتاب وبين جمهور القراء المفترضين غدا سيكون هم من يقرؤون، لكي نغرس هذه العادة الجميلة النبيلة للقراءة في أوساط تلاميذنا، ونشجعهم على أن يحسوا بقيمة هذه القراءة لأنها ستقوي شخصيتهم، ستجعلهم منفتحين على محيطهم، تجعلهم مدركين للوقائع التي يعيشونها بحب أكبر. نادي القراءة ابن حزم نستقبل السي عزيز كوكاس الصحفي الشاعر الروائي وأيضا المترجم، وذلك في إطار تقريب الكاتب والشاعر والصحفي لتلاميذ المؤسسة حتى يستفيدوا من خبرته وينهلوا من تاريخه الأدبي ومسيرته الصحفية. أيضا نحن نحاول أن ننفتح أو أن نجعل المتعلم ينفتح على الكتاب، على الكتاب عموما وبالتالي على الكتاب. طبعا التقرب أو الاقتراب من الكاتب فهذا مثال للتلميذ حتى يتخذ القراءة كسلوك يومي، وبالتالي ممكن أن يصبح كاتبا أو على الأقل يستفيد من الخبرة ديال الكتاب عموما. اليوم كنا في استضافة الأستاذ والدكتور عبد العزيز كوكاس اللي هو واحد من القامات الأدبية الكبيرة والصحفي الكبار، وأكيد كما شفتوا اللقاء داز زوين وممتع كالعادة، لأن النادي ديالنا الشيء اللي مولفين فيه دائما كيدوزوا أنشطة جميلة ذات أبعاد يعني ثقافية فنية. أنا كنت كمقدمة للحفل سعدت أو يعني فرحت بزاف أنني تكلمت بهذه المهمة، لأني قلبت على الدكتور عبد العزيز وتعرفت عليه أكثر. بالنسبة لهذه الأنشطة هذا النشاط بالضبط يعني كما شفتوا الأستاذ عطانا بالعديد من القيم اللي يمكن لنا نوظفوها في الحياة ديالنا إلى ما غير ذلك. بالنسبة للنادي عامة، النادي مولف كيستقبل بحال هذه الأنشطة ويعني
استضفنا الكثير والعديد من القامات، يعني شعيب كنقولوا صلاح الوديع، شعيب حليفي، محمد بوجبيري وغيرهم من الكتاب. فالفضل يعود الى الاستاذه بشرى البكاري المؤطره والمنسقه ديال النادي اللي دائما كتسهر على اننا نخرطوا في هذه الانشطه، لان اكيد هي انشطه لتفعيل الحياه المدرسيه ولتطوير المهارات ديالنا، سواء مهارات قياديه تواصليه الى ما غير ذلك. فكل الشكر للاستاذه بشرى.